الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أعلم، يعني ممكن تكون يعني هذه مذاكرة فيما يعني لابد أن يكون عند الداعية. يعني مهما ترى الإنسان يعني صنع ودعا، لابد يكون في عمل الإنسان ترى تقصير. ولهذا يعني شرع لنا بعد كل صلاة الاستغفار، حتى أن الله سبحانه وتعالى قرن بين التوحيد والاستغفار. وآخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إعلاما بدنو أجل عليه الصلاة والسلام: سبح بحمد ربك واستغفر. فعمل الإنسان دائم في تقصير، يعني لا يغتر الإنسان بنفسه يقول أنا داعية ولا كذا ولا يعني أستطيع. يعني إحنا نريد نسدد ونقارب ونتدارس ما يكون عليه الداعية. يعني معنى هذا أنني يعني لست بأفضلكم أخواننا. أول شيء يعني لابد أن يكون عند الداعية الإخلاص. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير. يقول فيها التنبيه إلى الإخلاص، لأن كثير من الناس لو دعا فهو يدعو لنفسه، هو الداعية هو كذا. سبحان الله، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أتقتلون موسى؟ لا، أتقتلون رجلا، صح؟ لماذا لم تكن الآية أتقتلون موسى؟ لأنه لو قال تقتلون موسى كأنه يدعو لنفسه، لكن قال تقتلون رجلا، هذا داعي إلى الله. ولهذا يعني عندما ترى الآن الدعوة إلى الله تجد في أناس مغمورين لا يعرفوا، بل أن شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى في الغالب لم يعرف إلا بعد موته. هؤلاء الأئمة الأعلام بعضهم لم يعرف إلا بعد موته. وبعض الناس شغل الشاغل وهم الوحيد يتعرف على المشايخ، ليش؟ عشان يقول فلان حبيبي وصاحبي وعندي رقمه ويرد علي، واليوم ممكن أجيبه على الغداء وأجيبه على العشاء. صدق والله، في الغالب هذا لا يستفيد من العالم والله. لماذا؟ لأنه غرضه الشهرة. فأهم شيء أن العبد يخلص لله سبحانه وتعالى، لأنه كيف يريد أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه في باب الدعوة دون الإخلاص؟ ونحن نعرف يعني بعض الدعاة الآن يعني اشتغلوا في الدعوة وأرادوا وجه الله سبحانه وتعالى. والله أعرف بعض المشايخ عندنا يسافر للدعوة حتى ما يصنع إعلان. أقول يا شيخ الإعلان في الدولة يستفيد الناس وكذا، يقول لا أريد إعلان. فهذا أهم شيء عند الداعية،